السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة. في هذه الجزئية راح نتكلم عن الكيرنل of homomorphism functions، أي نواة الدوال المتجانسة. لإيجاد نواة أي دالة يجب أن تكون مسبقا هي دالة متجانسة homomorphism، بعد ذلك نبحث عن نواة هذه الدالة المتجانسة. لذلك فإن مفهوم الكيرنل للدالة F، لتكن F هي دالة هوموموربزم متجانسة من الزمرة G ستار إلى الزمرة G برايم والشارب، فأن كيرنل هذه الدالة، نواة هذه الدالة، نرمز لها بالرمز KER لل F من كلمة الكيرنل، هي عبارة عن مجموعة من العناصر معرفة بالشكل التالي. كيرنل الدالة F تساوي لنا مجموعة كل العناصر الموجودة بالمجال، بحيث صورة هذه العناصر تساوي لنا العنصر المحايد في المجال المقابل، أي أنه كيرنل الدالة F هي مجموعة كل العناصر الأيات الموجودة بالمجال بالزمرة G، بحيث F لهذا الأي يساوي لي الإي برايم. واضح أنه الإي برايم هو العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل، أي أنه الكيرنل هي مجموعة جزئية من المجال، أي أنه كيرنل F راح تكون عندي سبسيت من الجي. بشكل عام لإيجاد عناصر الكيرنل نجي للمجال، أي عنصر في المجال كانت صورتها العنصر المحايد في المجال المقابل، مباشرة راح اختار العنصر الموجود في المجال من ضمن عناصر الكيرنل، اذا هي مجموعة جزئية من المجال بشرط صورتها تنطيني العنصر المحايد في المجال المقابل. لاحظ هنا عندي ملاحظتين، في الملاحظة الاولى F هي مورفزم و F للE تساوي لE برايم. بما انه F للE تساوي لE برايم احنا برهناها هذه المعادلة مسبقا، إذا الإي هذه راح تنتمي لكيرنل الدالة F، بما أنه الكيرنل احتوت لي على الأقل على العنصر المحايد، إذا الكيرنل ما ممكن أن يساوي لي فاي، إذا هي مجموعة غير خالية. لاحظ أنه عندي هنا ملاحظة كلش مهمة نركز عليها في المبرهنات ونتائجها، أنه إذا كان عندي أي عنصر ينتمي لكيرنل دالة ما مثلا F، هنا عندي الـ A ينتمي لكيرنل الدالة F، إذا فقط إذا F لهذا الـ A يساوي للعنصر المحايد الموجود في المجال المقابل. يعني وين ما أشوف F للـ A تساوي لـ E برايم، إذا هذا الـ A راح يكون موجود بكيرنل هذه الدالة اللي هي F، والعكس صح، يعني A إذا كانت موجودة بكيرنل الدالة F، إذا F للـ A راح تساوي للـ E برايم. هذا بالنسبة لمفهوم الكيرنل بالنسبة للدوال المتجانسة. هنا عندنا مبرهنة تنص على أنه إذا كانت F هي دالة متجانسة من الزمرة G ستار إلى الزمرة G برايم والشارب، فأنه كيرنل الدالة F راح تكون نورمال سب جروب من المجال. إحنا قلنا الكيرنل هي مجموعة جزئية من المجال، إذا هي هم راح تكون سب جروب من المجال، وبنفس الوقت راح تكون نورمال سب جروب من المجال. اذا راح نجي نثبت هذه المبرهنه، وحتى اثبت الكيرنل هي نورمال سب جروب لازم اثبت الكيرنل هي سب جروب، بعدين اثبت النورماليتي مالتها. يعني لازم اثبت هنا جزئيتين عندي، بالبدايه اثبت الكيرنل هي زمره جزئيه من المجال، بعدها احاول اثبت النورمال بالنسبة للكيرنل. في البداية راح نجي نثبت الكيرنل هي سب جروب، واحنا تعودنا على كيفية إثبات أي مجموعة ما هي سب جروب. في البداية أحاول أثبت المجموعة مالتي لا تساوي فاي، هنا عندي المجموعة مالتي عبارة عن كيرنل F، أحاول أثبتها لا تساوي فاي حتى أقدر أختار عناصر بكيرنل فاي واثبت من خلالها السب جروب. ففي البداية بما انه F هي مورفزم، وبنفس الوقت انا عندي F للE تساوي لي E برايم،
حسب الملاحظة اللي هسه أخذناها، إذا كانت F لأي عنصر تساوي E برايم، إذا هذا الإي راح ينتمي لكيرنل الدالة F. إذا كيرنل الدالة F احتوت لي على الأقل على العنصر المحايد، وبالتالي كيرنل F لا تساوي لفاي. إذا هنا هسه أقدر أختار عناصر في المجموعة مالتي اللي هي كيرنل F. راح أجي أختار A و B بكيرنل الدالة F، وحسب الملاحظة اللي أخذناها أي عنصر ينتمي للكيرنل معناته أنه F لهذا العنصر يساوي للإي برايم. هنا أنا اختاريت الـ A والـ B ينتمي للكيرنل الخاص بالدالة F، إذا بما أنه الـ A ينتمي لكيرنل F إذا F للـ A راح تساوي للإي برايم، ونفس الشيء الـ B ينتمي للكيرنل F إذا F للـ B راح يساوي للإي برايم. وحاول أثبت هاي العنصرين اللي فرضتها بكيرنل F أنه الأول ستار انفيرس الثاني راح ينتمي لكيرنل الدالة F. واضح أنه أنا إذا أريد أثبت أي عنصر ينتمي للكيرنل لازم أثبت الـ F لهذا العنصر ينطيني الـ E برايم. إذا أنطاني الـ F لعنصر ما يساوي للـ E برايم إذا العنصر راح ينتمي لكيرنل الدالة مالتي. فأني أريد أثبت الـ A star بإنفيرس تنتمي لكيرنل F، فلازم أثبت الـ F لهذا العنصر يساوي للـ E برايم. فراح أجي أخذ الـ F للـ A star بإنفيرس. الـ F هو مورفزم بالمبرهنة معطى given، الـ F راح يتوزع على الـ A والـ B انفيرس. وإحنا نعرف الـ F للـ B انفيرس، نقدر الـ انفيرس نصعده فوق القوس، ثبتناه مسبقا. واضح انه الـ F للـ A هنا يساوي للـ E برايم، وبنفس الوقت الـ F للـ B ايضا يساوي للـ E برايم. طبعا الـ E برايم هو العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل، اذا اخذ انفيرسه ينطيني نفسه. اذا اخذ الـ E برايم شارب E برايم راح ينطيني E برايم نفسه، وبالتالي F للـ A ستار بانفيرس انطاني الـ E برايم. هذا يدل على أنه الـ A star بإنفيرس تنتمي لكيرنل هذه الدالة اللي هي F، وبالتالي الكيرنل راح تكون سب جروب من المجال اللي هي الزمرة G star. هسه بعد ما ثبتنا الكيرنل هي زمرة جزئية من المجال، هسه نجي نحاول نثبت النورماليتي السب جروب. راح أجي أخذ عنصر K موجود بالكيرنل بالنسبة للدالة F، وأخذ أي موجود بالزمرة G، وأجي أفرض الـ A star K star A inverse هو عنصر موجود وين؟ بالـ A star kernel F star A inverse، على اعتبار أني فرضت الـ K تنتمي لكيرنل F، إذا الـ K تنتمي لكيرنل F. وأحاول أثبت هذا العنصر ينتمي لكيرنل الدالة F. دائما إحنا من نحاول نثبت عنصر ينتمي للكيرنل ناخذ الـ F لهذا العنصر، إذا أنطاني الـ E برايم مباشرة العنصر راح يكون موجود بكيرنل هذه الدالة. فأنا أريد أثبت الـ A star K star A inverse تنتمي لكيرنل الدالة F، إذا أجي أخذ F لهذا العنصر اللي هو A star K star A inverse. الـ F هو مورفزم راح يتوزع على الـ A والـ K والـ A inverse، والـ inverse هنا يصعد للقوس. وأنا هنا عندي الـ F للـ A والـ F للـ K والـ F للـ E، ثلاثتهم تنطيني E برايم لأن الـ A والـ K هي عناصر موجودة بكيرنل الدالة F، وأي عنصر ينتمي للكيرنل معناته أنه صورتها راح تنطيني E برايم. إذا هذا راح ينطيني E برايم شارب E برايم شارب E برايم، وبالتالي راح ينطيني E برايم. إذا الـ F للـ A ستار K ستار A انفيرس انطاني E برايم، معناته أنه هذا العنصر ينتمي لكيرنل الدالة F. إذا الـ A star K star A inverse تنتمي لكيرنل الدالة F. إذا أنا فرضت الـ A star K star A inverse تنتمي للـ A star kernel F star A inverse، وهسه ثبتت تنتمي لكيرنل الدالة F. إذا هذه المجموعة راح تكون جزء من كيرنل الدالة F، وهذه هي خاصية النورماليتي. إذا الكيرنل راح تكون نورمال سب جروب من المجال. راح نجي نتناول أمثلة على كيرنل اوف هوموورفيزم فانكشنز.
راح ناخذ المابينج اف من الزي الى ار ما عدا الصفر معرفه بالشكل اف للان بحيث الان هي تنتمي للمجال تساوي لي اما واحد او السالب واحد. الاف للان متى ينطيني الواحد؟ عندما الان تنتمي للاعداد الصحيحه الزوجيه الايفن زي مود ايفن، والاف للان تساوي لي سالب واحد عندما الان هذه تنتمي للاعداد الصحيحه الفرديه زي اود. وهنا يسال يقول الاف للان المعرف بهذا الشكل is a homomorphism from the group z والبلس الى الزمره r ما عدا الصفر والضرب. Then find the set of the kernel of the function f. ويريد عندنا نثبت انه هذه الداله f المعرفه بهذا الشكل هي هم homomorphism، وبعدين يطلب من عندنا مجموعه عناصر النواه. يعني لاحظ بانه لايجاد النواه بالبدايه لازم عندي الداله هي homomorphism. في البداية راح نيجي نثبت هذه الدالة F اللي هي من ال Z و البلس إلى ال R ما عدا الصفر والدوت هي هوموموورفيزم، وراح أفرض عندي عنصرين ينتمون للمجال M و N ينتمون لل Z، then راح أجي أثبت شروط المورفيزم حسب الدالة المعرفة. بما أنه أنا يعني عندي ال F لل N معرفة على شكل أعداد صحيحة زوجية وفردية، أنا لازم أشيك في البداية هل هذا الـ M و N اللي اختاريته بالزي هل هي أعداد صحيحة زوجية أم فردية؟ فحتى أثبت هذا الشيء راح أجي أفرض في البداية إذا كانوا اثنيناتهم even بعدين اثنيناتهم odd وبعدين العكس واحد even واحد odd. ففي الخطوة الأولى إذا كان عندي الـ M والـ N اثنيناتهم زوجية even، زين من يكون عندي M و N هي أعداد زوجية حاصل جمعهم أيضا راح تكون زوجي، زوجي زائدا زوجي راح ينطيني زوجي. إذا أنا حتى أثبت المورفيزم لازم أخذ الـ F للـ M plus N حسب شرط المورفيزم. بما أنه الـ M زائدا N هو عدد زوجي، إذا F لأي عدد زوجي راح ينطيني شقد؟ راح ينطيني واحد حسب التعريف. عندما يكون الـ N ينتمي للأعداد الزوجية، إذا F لأي عنصر راح ينطيني واحد. بما أنه M و N هي أعداد زوجية، حاصل جمعهم هو عدد زوجي أيضا، إذا F لأي عدد زوجي راح ينطيني واحد حسب ما معرف هنا. وأنا أريد أثبت هذا الـ F يتوزع على الـ M زائدا N. فهذا الواحد جاي من حاصل ضرب واحد في واحد. فالواحد إذا أرجعه راح ينطيني F للـ N على اعتبار N هو عدد زوجي، وبنفس الوقت إذا أريد هذا الواحد أرجعه على شكل M راح ينطيني F للM، لأن كل من الM والN هي أعداد زوجية أنا معرفها، فالواحد ينطيني F للM والواحد أيضا ينطيني F للN. إذا الـ F للM plus N يساوي لي الـ F للM مضروبة في F للM. لاحظ بأنه العملية هنا بالمجال جمع وفي المجال المقابل عبارة عن ضرب. إذا الـ F للـ M plus N تساوي لـ F للـ M مضروبة في F للـ N. إذا في هذه الجزئية إذا كانت كل من M و N هي أعداد زوجية، إذا راح تكون الدالة متجانسة. زين. أما في الجزئية الثانية إذا كانت كل من M و N هي أعداد فردية، فإنه حاصل جمع عدد فردي مع عدد فردي بالتأكيد راح يكون عدد زوجي، وبالتالي الـ F لحاصل جمع عدد فردي مع فردي اللي هو عدد زوجي، فصورة العدد الزوجي حسب ما معرف ينطيني واحد، وهذا الواحد عبارة عن سالب واحد في سالب واحد. بما أنه M هو عدد فردي، إذا F للـ M تساوي لي سالب واحد، إذا F للـ M تساوي لي سالب واحد، والان ايضا عدد فردي، اذا f للان راح يساوي لي سالب واحد. لاحظ هنا اني هنا الواحد كتبته على شكل سالب واحد في سالب واحد، السبب انه حتى احصل على ال f للام وال f للان، لان كل من m و n هي اعداد فرديه، وبما انه اعداد فرديه اذا حسب ما معرف ال f للام وال n لازم ينطيني سالب واحد.
وبالتالي الواحد كتبته على شكل سالب واحد في سالب واحد، حتى تحصل على ال f لل m مضروبة في f لل n. إذن هذه الجزئية أيضا حققت لي الهوموورفيزم. بقى عندي الجزء الأخير اللي هو واحد فردي والثاني زوجي. إذن إذا أجيت واختاريت ال m هو زوجي وال n فردي، واحد زوجي واحد فردي، إذن حاصل جمعهم بالتأكيد راح يكون فردي. وحتى أثبت المورفزم أخذ ال f لل m plus n حسب العملية الموجودة بالمجال. واضح أنه m plus n هو فردي، إذن f لأي عدد فردي حسب ما معرف يعطيني سالب واحد. زين، وهذا السالب واحد جاي من واحد في سالب واحد. شنو السبب هنا كتبت السالب واحد بهذا الشكل؟ لأنه ال m هو even، وأي even ال f لها تنطيني واحد، حتى أعوض عن الواحد ب f لل m. وبنفس الحالة عندي n هو odd، وبما أنه n هو odd حسب ما معرف ال f لل n راح ينطيني سالب واحد، وبالتالي ال f لل m plus n توزع على ال f لل m مضروبة في f لل n. إذن هاي الجزئيات الثلاثة برهنت على أنه ال f المعرفة من z plus إلى ال r ما عدا الصفر والدوت هو هوموورفيزم. زين، يريد من عندي مجموعة عناصر النواة الكيرنل. حسب تعريف الكيرنل للدالة f هنا المعطى، كيرنل للدالة f تساوي لي هي مجموعة كل العناصر الموجودة بالمجال، يعني كل الانات الموجودة بالزي والبلس، بحيث ال f للان تساوي لي العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل ال e برايم. زين، العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل هو شنو؟ نروح للعملية. العملية الموجودة في المجال المقابل هو الضرب المالتيبليكيشن. إذن العنصر المحايد هو واحد، إذن ال f لل n راح يساوي لل e برايم ويساوي لي الواحد. زين، متى ال f لل n حسب ما معرف يساوي لي واحد؟ عندما ال n تنتمي للأعداد الصحيحة الزوجية z mod even. إذن الكيرنل للدالة f تساوي لي مجموعة الأعداد الصحيحة الزوجية. هذا بالنسبة للمثال. عندنا هنا مبرهنة: A homomorphism from the group G star into the group G prime with sharp is 1 to 1 if and only if kernel f تساوي لي الايدنتيتي. يقول إذا كان عندي مورفزم من الجي إلى جي برايم هو دالة 1 to 1، دالة متباينة، إيش وقت؟ إذا وفقط إذا الكيرنل تساوي لي فقط العنصر المحايد الموجود في المجال. هنا عندي برهان باتجاهين، راح أفرض عندي المورفزم هو 1 to 1 function وحاول أثبت الكيرنل يساوي لي فقط العنصر المحايد. طبعا إحنا قلنا الكيرنل F عبارة عن مجموعة من العناصر الموجودة في المجال، فبالتالي أنا ما أعرف أثبت أي وحدة من عدها تساوي لي الايدنتيتي، فأحاول أخذ فد عنصر نيابة عن كل العناصر الموجودة بكيرنل الدالة F، ونحاول نثبت نواة هذه الدالة F تساوي لي الـ E فقط. ففي البداية أنا راح أجي أفرض عندي الـ A هو عنصر ينتمي لكيرنل الدالة F. حسب الملاحظة اللي هسه أخذناها، أي عنصر ينتمي لكيرنل دالة ما فأنه F لهذا العنصر ينطيني الـ E prime، والـ E prime هو العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل تساوي لي F للـ E. لاحظ هنا عندي بالمعادلة إيش صارت؟ صار من الطرف الأيسر F للـ A ومن الطرف الأيمن F للـ E، وأني عندي هنا فرض F هو 1 to 1. إذن إذا تساوت الصور تساوت العناصر، وبالتالي بما أنه F لل A تساوي لي F لل E هذا يؤدي إلى ال A راح تساوي لي ال E. إذن هنا ال A اللي أنا اختاريته نيابة عن كل عناصر الكيرنل طلع يساوي لي ال E. إذن الكيرنل بالكامل راح يساوي لي العنصر المحايد اللي هو ال E. لبرهان الاتجاه الثاني أفرض الكيرنل F تساوي لي ال E وحاول أثبت f هو 1 to 1 function، دالة متباينة. وحتى أثبت الدالة المتباينة
راح أخذ صورتين لعنصرين في المجال وأحاول أثبت العناصر متساوية. لاحظ هنا أخذت الـ F للـ A تساوي الـ F للـ B، لكل A و B تنتمي للزمرة G. هنا أجي أخذ FB inverse لطرفي هذه المعادلة، راح يصير عندي F للـ A وشارب، لأن أنا عندي هنا أنا قاعد أشتغل بالمجال المقابل، الـ A و B تحتوي لي على الـ F، إذا أنا بالمجال المقابل. إذا F للـ A شارب F للـ B inverse تساوي لهنا الـ F للـ B، من أخذ الـ شارب مع الـ F للـ B inverse راح ينطيني العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل. هنا الانفرس ندخله للقوس والاف هو مورفيزم اسحبه، هسه صار عندي الاف للاي ستار بي انفرس تساوي لي اي برايم. واحنا نعرف انه اف لاي عنصر ينطيني العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل، اذا هذا العنصر راح ينتمي لكيرنل الداله مالتي، اذا الاي ستار بي انفرس راح تنتمي لكيرنل هذه الداله اللي هي اف. واحنا فارضين بالاصل كيرنل اف تساوي لي اي، اذا الاي ستار بي انفرس تنتمي لكيرنل اف وهذه تساوي لي اي، اذا الاي ستار بي انفرس راح تساوي لي العنصر المحايد الموجود في المجال، والعمليه هنا ستار. اذا اخذ هنا بي للطرفين راح يصير عندي اي تساوي لي بي. اذا ثبتت خاصيه ال 1 تو 1 فانكشن، اخذت f للa تساوي f للb وثبتت انه الa يساوي لb. وهذه الخاصيه الموجوده في هذه المبرهنه واسع استخداماتها في نظريات الزمر، انه اذا كانت الداله 1 تو 1 اذا الكيرنل يساوي لي العنصر المحايد فقط، والعكس صح، اذا كانت الكيرنل لداله ما تساوي للعنصر المحايد فانه الداله هي 1 تو 1. عندنا مبرهنه اخرى يقول إذا كان عندي H star هو normal subgroup من المجال اللي هو G star، the natural mapping نات A اللي منطلقها G star ومستقرها ال quotient group G على H والتنسور defined by نات لأي عنصر في المجال تساوي لي ال A star H لكل A ينتمي للبسط اللي هو الزمرة G. يقول هذا النات المعرف بهذا الشكل، طبعا هذا دائما الإسقاط القانوني الناتشرال مابينج يبدأ من زمرة وينتهي بالكوشنت، فهذه دائما هي هم مورفيزم وهم دالة اون تو. هنا المطلوب إثبات أنه الناتشرال مابينج هو هم هوموموورفيزم وهم اون تو، بالإضافة إلى أنه الكيرنل هنا يساوي لي المقام اللي هو ال H. في البداية راح أجي أثبت ال natural mapping المعرف بهذا الشكل هو morphism، راح أختار عنصرين A و B في المجال، ليت A و B هي عناصر موجودة في الزمرة G، وأحاول أثبت المورفيزم. هنا أني ما عندي F، الدالة هنا اسمها نات H، راح أجي أخذ نات لل H A star B، وحاول هذا النات لل H أوزعه على الأول والثاني حتى أتحقق من خاصية المورفزم. فنات لل A star B H تساوي لي هذا A star B عنصر موجود في المجال، النات يحوله للمجال المقابل، راح يصير عندنا كوشنت، إذا راح يصير A star B star هذا ال H. لو نجي نفتح هذا القوس راح يصير عندي A star H تنسور B star H، لأن هذه العناصر هي عناصر موجودة في المجال المقابل اللي هو كوشنت، فمن نفتحها راح يصير A star H تنسور B star H. A star H حسب ما معرف هنا يساوي لي نات A H، أنزل التنسور ونفس الشيء عندي B star H تساوي لي نات B H. إذا الناتشرال مابينج لل A star B توزع على الأول والثاني تحت تأثير العملية تنسور. إذا النات اللي منطلقها جي ستار ومستقرها الكوشنت هي مورفزم. هسا نيجي نثبت فيما إذا كانت الناتشرال مابينج هي دالة أونتو، طبعا هي دالة أونتو دائما، راح نيجي نثبتها. حتى أثبت الناتشرال مابينج هي دالة أونتو
لون جي حسب تعريف ال on to اللي احنا دائما نستخدمها في المبرهنات او من خلال هذا المساواة او هذه المجموعة. ففي البداية حسب احنا الدارج اللي نشتغله بال on to راح اقول لكل عنصر في المجال المقابل اللي هو بالشكل A star H ينتمي للكوشنت يوجد عنصر A في المجال بحيث انه النات لعنصر المجال ينطيني العنصر الموجود في المجال المقابل. هذا بشكل عام حسب تعريف الأونتو. وهنا نقدر نقول نات للزمرة الموجودة في المجال تساوي لي هي مجموعة كل العناصر نات للأي بحيث الأي موجودة في المجال. وهنا أنا عندي النات أي للأيتش يساوي الأي ستار أيتش لأنه كوشنت بحيث الأي ينتمي للمجال. يعني هي عبارة عن مجموعة كل العناصر أي ستار أيتش، وهذه تساوي لي شنو؟ جي على أيتش باعتبار الأي تنتمي للبسط والأيتش هي موجودة بالمقام. إذا الـ natural mapping دائما تكون دالة on to. هسا نجي نوجد نواة الـ natural mapping، kernel of the natural mapping. يعني احنا حتى نوجد الكيرنل بالنسبة لأي دالة ما نستخدم التعريف اللي أخذناه حسب تعريف الكيرنل. فأنا عندي هنا الـ natural mapping يبدأ من الزمرة إلى الكوشنت. فحتى أجد الكيرنل هنا راح أخذ كيرنل الدالة مالتي هنا اسمها نات اتش تساوي لي مجموعة كل العناصر الموجودة بالمجال بحيث النات لهذه العناصر تنطيني العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل. زين، ونجي نشتغل على هذه الجزئية الموجودة هنا، هذه المعادلة، هذه البقية للنهاية كلها ننزلها. فالـ natural mapping AH نفتحها تساوي لي A star H، هذا من الطرف الأيسر. أما من الطرف الأيمن الـ E prime هو العنصر المحايد الموجود في المجال المقابل. أنا المجال المقابل عندي G على H، إذا هنا الـ E prime عبارة عن E star H. لو تلاحظ هنا صار عندي A star H تساوي لي E star H، من الطرف الأيسر ما عندي إشكال A star H، من الطرف الأيمن E star H تنزل H لأن العنصر المحايد ما يأثر على الزمرة الجزئية مالتي. زين، احنا نعرف أنه عندنا مبرهنة مسبقا أنه الـ A star H تساوي H إذا وفقت إذا الـ A تنتمي للـ H، هذه هي المبرهنة. وبالتالي أنا هنا عندي A star H تساوي H، هذا يؤدي إلى أنه الـ A راح تنتمي للـ H. يعني الكيرنل بالنسبة للـ natural mapping هي مجموعة كل العناصر اللي هي الـ A الموجودة وين؟ بالزمرة G المجال، بحيث هذه الـ A وين تنتمي؟ للـ H يعني للمقام. وبالتالي هي كل العناصر الموجودة بالزمرة وبالأخص الموجودة بالزمرة الجزئية H. إذا لو تأخذ تقاطع هذولا يعني العناصر الموجودة بال H، إذا هذه كلها راح تساوي لل H. إذا الكيرنل بالنسبة لل natural mapping ينطيني دائما المقام. لو تلاحظ هنا المقام G على H، الكيرنل دائما من تشتغل عليه ينطيك المقام، لأن المقام هنا يعتبر الكيرنل بالنسبة لل natural mapping. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.